اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في الجزء الاخير من هذه الحلقه، النجم الكبير كابتن سمير عثمان. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ عندكش حاجه النهارده في الروقان وفي الجمال ولا؟ خليني ابدا بالحاله اللي الناس كلها بتتكلم عنها، وهو الانذار اللي خده كريم نيدفيد. انت جاوبت بس يعني برضه هنتناقش شويه في هذا الموضوع. تمام. كريم هو رايح اتزحلق، تمام، اتزحلق يعني هو كان رايح واقف اتزحلق وقع خبط في هات لنا الحاله دي لو عندك يا سمير جاهزه، الحاله دي بس لوحدها كده وبعد كده نتكلم في حالات كابتن سمير. اهي يعني واحده واحده كده يا كابتن سمير، عشان ايه؟ هو هنا واقف مش رايح يعمل تاكلينج ولا حاجه. تمام خلاص. لا هتالي ثانيه واحده كمان، هو بعيد عن اللاعب خالص، هو اتزحلق وهو بعيد وراح رجله راحت للاعب. احنا عاوزين نتفق بدايه واحنا بنتكلم بنتفرج على الكوره، خلاص كلمه التعمد دي خلاص ما بقتش موجوده في قانون كره القدم. عندنا في ثلاث حاجات: اهمال او تهور او استخدام قوه زايده. تمام. استخدام قوه زايده دي يبقى كارت احمر. حلو. طرد. تمام. لو تهور، الكره دي انت حضرتك شايفها ايه؟ انا شايفها فيها تهور من اللاعب بتاع النادي الاهلي. ايه التهور يا كابتن؟ انا رايح اجري، يعني انا رايح اجري وجاي اقف قدام اللاعب اللي هيرقصني. ايوه بس في هنا اتزحلقت. ماشي. هنا في هو الزحلقه دي تهور؟ لا بس لما تبقى بالاسلوب ده مع احتكاك مع اللاعب بتاع الخصم. انا مش رايح اعمل كده يا كابتن، انا مش رايح اعمل يعني هو كريم واضحه جدا، هو كريم مش رايح يعمل تاكلينج. تمام. هو كريم رايح يقف. تمام يا كابتن اسلام، حته انا مش رايح اعمل كده هي فعلا ما فيهاش تعمد، ما فيهاش تعمد خالص. بس فيها شيء من التهور من كريم نيدفيد. ليه؟ لان في لعبه زي دي مع اخذ في الاعتبار، انت بص لعيب الخصم يا كابتن اتعامل مع ايه. لا لا انا تمام، انا متاكد على فكره. انا خلاص هو خد انذاره مش هيلعب الماتش، بس انا بتكلم في النقطه دي تحديدا، هو رايح يقف قدام الكور عشان برضه بعد كده مستقبلا يعني، لكن هو اتزحلق الراجل. انا رايح اقف اتزحلقت وقعت على اللعيب اللي قدامي، هنا اعمل ايه؟ هنا بيبقى مسؤول عن تصرفه زي بالظبط. مين اللي مسؤول عن تصرفه؟ اللعيب. الارض ولا اللعيب؟ برافو عليك، ادي الكلمه اللي احنا كنا بنتكلم عليها بقى. هي الارض والكوره، يعني بمعنى يا كابتن اما لعيب بيجي يعمل مثلا تاكلين اوكي والكوره يعني دي لو في منطقه الجزاء هيحسبها ضربه جزاء. طبعا سواء خلي بالك سواء على الاهلي او بتروجيت. لا انا بتكلم عموما. لا طبعا معاه الدليل على كده، بس انا شايف ان هو هنا كريم يعني رايح، انت يعني اصلا هنا مش عاوز اصلا تتحسب. لا تتحسب فاول. أوكي. بس يبقى عشان كده لو دخل منطقه الجزاء هتبقى ركله جزاء. لكن انا بتكلم على الانذار نفسه يا كابتن. الانذار هنا هو يجب ان يكون هناك روح القانون، ده اللي كان بيتكلم فيه كابتن شريف. ان هو روح ماشي. القانون ان انا عندي اللعيب، هو طبعا الحكم ما يعرفش اللعيب ده عنده ولا ما عندوش ولا بالزبط. الكلام ده، لكن انا بتكلم ان انا روح القانون بتقول ايه؟ ان انا رايح ده هو حتى بص يا كابتن، يعني انا هو عاوز يوقف نفسه مش عارف يعمل نفسه وعارف. لا مش عارف مش هيوقف نفسه، عارف كان هيعمل ايه؟ وهي بتتلعب على يمينه كان هيكمل الجاريه بتاعته على يمينه. بص اهو قام اتزحلق وقع. احنا عاوزين نبص يا كابتن الاول بدايه الكوره، برضو انت هتلاقي لعيب الفرقه بتاعت بتروجيت هو حاول يلعب الكوره واوريدي لعب الكوره يعني، بس طبعا نشوفها من الاعاده. هتلاقي بتاع لعيب بتروجيت يا كابتن اسلام. بص أنا يعني بص هو رايح مين اللي لعب؟ لا بص هتالي بقى. ايوه حلوه اللقطه اللي فاتت دي. ايوه بص هو رايح فين يا كابتن؟ راح وراجع جري عكس اللعيبه اهو. ايوه بس هو خلاص هو رايح في اتجاه اللعيب والكوره يا كابتن اسلام. اصل خلي بالك هي دي كوره سهله بالنسبه للحكم. يعني هو لو كان فضل واقف كانت هتحسب اوبستراكشن، بس هتبقى ضربه حره مباشره عشان في احتكاك. بس مش او فيها او مباشر او كان هيبقى يعني. هيبقى فيها اهمال مش تهور، انما دي فيها دي اعلى درجات الاهمال توصل للتهور، يعني دي بناء على التعليمات بتاعه الاتحاد الدولي. اول مره في كور شبيهه بكلام حضرتك بتقوله في كور لا بص خلي بالك احنا لما بنيجي بنشرح حاجات الاتحاد الدولي هو اللي مدي لك جايد ليها، يعني احنا لو لا انت عارف انا كمان لما شفت اللقطه دي يا كابتن سمير، لما شفت اللقطه دي تحديدا اقتنعت ان هو، لان هو بص هو واقف وبيلف عشان يجري على الكوره يشوف اللي بعدها ايه فاتزحلق. بص يا كابتن ايه ذنب اللعيب التاني؟ ما احنا خلاص احنا لغينا كلمه التعمد. كريم نيدفيد مش متعمد، بس كريم نيدفيد هنا داخل في جزء يعني جزء عالي من الاهمال يوصل لحد التهور. الاتحاد الدولي هنا صريح في كوره زي دي. ماشي خلينا بقى اما نيجي نجيبها بقى في حاجات تبع الاتحاد الدولي. اصل خلي بالك اللي انا بقوله ده مش ده رايي انا، ده راي الاتحاد الدولي. انا فاهم بس انا ما اعرفش، انا حتى لما شفتها كمان بقى من اللقطه دي تحديدا تاكدت تماما ان هو الكوره راح هو بيبص على اللي بعدها، هو تاكد ان هو مش هيوصل لها فبيبص على اللي بعدها. انت شايف احتكاكه يا كابتن مع اللعيب بتاع بتروجيت ده، مع لعيب بتروجيت ده طبيعي يعني دي ما فيهاش. هو ما احتكش يا كابتن، هو اتزحلق وقع بس خلاص خده في سكته. طيب. ما التعمد طيب. اتلغت يا كابتن اسلام خلاص. ماشي خلينا بقى نخش في الحالات عشان نلحق الاول بس طقم الحكام بس نقوله بسرعه يعني. طيب بالظبط اتفضل يا كابتن. كان امين عمر ويوسف البساطي محمد عبد المجيد ومعاهم عمرو رمضان حكم رابع.
ومحمد عادل وفي حكم اسمه محمد عباس مايو اللي على الشمال ده. شايف الحكم اللي على الشمال ده اخر واحد خالص اخر قبل الاخير جنب المساعد اللي واقف جنب الشناوي ده حكم الشناوي ماما لابسين اسود. محمد عباس الحكم اللي قبل الاخراني اللي على الشمال ده هيبقى حكم من الحكام اللي ليهم مستقبل كبير قوي في مصر الفتره اللي جايه. أيوة. يعني قدامه مثلا 3 4 سنين من الاخير ولا قبل الاخير؟ قبل الاخير. عندنا المساعد الحكم عندنا عم جيد الحكم اللي جنبه بقى تمام. محمد عباس مايو ده الحكم الاضافي النهارده الخامس ده واحد من الحكام اللي هيبقى له مستقبل كبير جدا في التحكيم في الدوري المصري ان شاء الله. تمام نبدا الحالات. اتفضل. طبعا اول حاله دي طبعا بتاعت مروان محسن تمام. هنا في جامبو وبعد كده مستخدم كوعه بالكامل كوعه بالكامل. الكوره دي طبعا لازم تبقى ركله حره مباشره وكارت احمر لمروان محسن. كارت احمر كارت احمر 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 ليه يا كابتن كارت احمر؟ وانا لما اجي طالع لا معلش يا كابتن سمير انا جاي طالع وانا طالع بحمي نفسي وبحرك. دي مش حماية. دي مش لا حماية. يا كابتن اهو لا دي مش حمايه. هخلي دي من فوق. كابتن اسلام الكوره دي ما فيهاش جدال. انت عاوز تجادل في اللي فاتت اوكي انما دي ما فيهاش. لا واحد طالع جامب وبيدي بكوعه فوش لا خالص ولا بيدي بكوع ولا شايف خالص ازاي يا كابتن؟ دي كابتن انا بتكلم قانون. لا تعالى لي يا سمير انا بس انا بس معلش تعالى لي يا سمير عكاشه تعالى لي انا بس عايز اقول لحضرتك واحده واحده يا كابتن. انا دلوقتي واقف اهو وما باجي طالع انا ما كنت مدافع ماشي. خلاص انت كنت تطلع بركوعك ترجع انا بطلع بحمي نفسي حمي نفسك اتفرج لو هو حمي نفسه كده ما فيش مشكله. يا كابتن بس انا شفت تكمله مروان. معلش يا كابتن بدايه النط انا بنط ازاي؟ انا لما باجي انط بطلع بايدي فوق وبعدين بنزل بيها تحت. تمام. طب ما ده طبيعي. هو مش نازل كده. ما نزل ازاي؟ هات اللعبه نشوفها. لو نزل كده يعني مفيش مشكله. لو نازل كده مفيش نزله. لا ايديه راجعه كده. هات اللعبه كابتن. ايديه كانت فوق لا. وبعدين نزلت من فوق لتحت. على فوش اللعيبه يا كابتن. هو انا مالي فوش اللعيبه؟ لا مالك ازاي؟ اللعيب اللي حط ده استخدام قوه زي ده. انا خدت الكره الاول. اللي حط وش انا خدت الكره. هات الكره سمير. هات الكره سمير. لا اهو. فين هي؟ اهو. ايوه. بص يا كابتن. ايوه مين اللي لحق الكره؟ مين اللي لحق الكره يا كابتن اسلام؟ انت جوعه ونازل من فوق لتحت كابتن. مين اللي ايوه ما هو من فوق لتحت صح ماشي خلاص طرد. دي طرد. لا يا كابتن انا ايدي فوق اهي. يا كابتن اسلام كابتن اسلام ده استخدام كوع. تاني مره مش مقتنع انا خلاص اهو. مش مقتنع ماشي انت تقتنع. انا هنا بحلل كور. دي طرد مش انذار. يعني لو الحكم حسبها انذار هي طبعا هي المشكله ولا اتحسبت فاول اصلا. هو اكيد امين ما شافهاش. فطبعا دي طبعا كان لازم يبقى في بس هي ايده اليمين. بص يا كابتن نازله زي ايده الشمال. إيدو لا يا كابتن ماشي ايده الشمال. ايده اليمين ما فيش لعيب جنبه. لا نازله زيها يعني انا اقصد ان هي مش حركه داخل يضرب. كابتن اسلام انت لازم وانت بتلعب اي كوره بتخاف برضو على الخصم بتخاف على زميلك. ده فين ده بقى؟ ده في قانون ايه؟ قانون كره القدم الفير بلاي. قانون كره القدم ايوه. لا الفير بلاي حاجه. لا ما ده فير بلاي. لا كابتن ايوه الفير بلاي صح مظبوط 100% ولكن ده امتى يا كابتن اسلام؟ انت بتتكلم بجد ولا الكوره دي؟ بتكلم بجد. تتكلم جد فيها دي والله. دي كارت احمر. هقول لك حاجه. عارف لو هو التاني اللعيب اللي طلع ده. ثانيه واحده بس يا كابتن. طب خليني اقول لحضرتك. اتفضل. اللعيب اللي طلع ده لو هو اللي كان لمس الكوره الاول كنت هقول لك 100% اوكي. طب ماشي حتى يعني انا لما لمستش الكوره تعاقبني بكوع في وشي؟ انا ما عاقبتكش. انا طالع لحمي نفسي. طب هو يطلع يا كابتن الحمايه الحاله دي يطلع ازاي؟ انت تعمل مروان يطلع ازاي؟ يطلع. انت شايف دراعه نازل ازاي يا كابتن اسلام؟ شايف دراعه شمال؟ عارف هو لو طلع ونازل عادي حمي ده انما ده هو واخد كوع. بص يا كابتن بص شايف كوع. عارف هو لو طلع كده ونازل شايف كوعه راح فين؟ شايف كوعه راح فين؟ ده كوع في تحرك. عارف برضه يا كابتن مش تحرك يعني وجهه نظرك وتحترم. انا بشكر حضرتك طبعا بس هي دي واحد طالع ومنزل كوعه الشمال في وشه ملهاش غير كارت احمر. لا هي طبعا خبطه قويه جدا. انا بس انا بدافع عن الطلعه بتاعت مروان. انا وانا طالع انا ما هو انا مدافع يا كابتن وكنت بتعرض للحاجات دي وانا طالع. اي راس حربه قدامي بيبقى حاطط كوعه في عينيا. حط ايدك في عينيا بس ما تحركش دراعك يا كابتن اسلام. تحرك الدراع يعني بس ازاي يا كابتن؟ بص يا كابتن ده لازم من فوق. وانا لما باجي طالع لفوق ها ما ينفعش احط ايدي جنبي. انا بطلع وبعدين بنزل بايدي. يبقى لازم تحافظ على زميلك هنا يا كابتن. في بالكوع دي اللي بعدها يا كابتن اللي بعدها عشان احنا عندنا برنامج بعد كده. فما اتفضل. طبعا ده خطأ من علي معلول وهو أمين قريب منها جدا وطبعا خطأ سليم. وهنا برضو باقتناع اللعيب للحكم بص مفيش اعتراض حتى بيقوله أنا خلاص أنا آسف. فاول واضح طبعا يعني. سليم ومفيش أي اعتراض حتى. بص أخلاق طبعا علي معلول عالية في كرة زي دي مفيهاش مشكلة يعني. طبعا ده برضو كان خطأ سليم وإنذار مستحق على لعيب نادي بتروجيت. تمام التهور بس هو انا ما زحلقش هو عامل تاكلينج بس في رجله بقى برضه ده شيء من انواع التهور
فطبعا قرار سليم من امين. في حاجه تانية؟ لا هم النهارده الماتش على فكره ماتش يعني مش مشاكل خالص يعني. والمباراه برضو نتيجه المباراه كابتن اسلام مساعده على اداء التحكيم كمان، وهو نجح طبعا بالمباراه بصراحه. كفايه ان احنا ما حسيناش بيه معظم المباراه. الكوع بتاع مروان ما اعتقدش ان هو شافه اصلا، اللي انا وانت مختلفين فيه. لا احنا مختلفين في الكورتين. بس يعني هنقعد بقى نتكلم فيهم بس بعد ما نخلص. عندنا حلقه ثانيه بعد هذه الحلقه. انا بشكر حضرتك جدا يا كابتن سمير على هذه المعلومات، وشكرا جزيلا لحضرتك. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. النهارده طبعا زي ما حضراتكم عارفين احنا كانت مباراه النادي الاهلي ضد نادي بتروجيت، وانتهت هذه المباراه بفوز النادي الاهلي برباعيه مقابل لا شيء. وبيواصل النادي الاهلي ضغطه على كل المنافسين سواء نادي الزمالك او نادي بيراميدز. ان شاء الله المباريات القادمه ان شاء الله يستطيع النادي الاهلي ان هو يكسب كل المباريات القادمه، وبالتالي يستطيع الفوز بالدوري العام المصري. دلوقتي عايز اقول بس لحضراتكم ان شاء الله بعد قليل هيكون مع حضراتكم برنامج ملك وكتابه، المهندس عدلي القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي هيكونوا مع حضراتكم بعد قليل. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي قريبا وحلقه جديده من ملعب الاهلي.